بعض الناس هكذا، بلغوا الناس، أنتم إن شاء الله لستم منهم لكن بلغوا الناس. بعض الناس يقول صايم، مالي خلق ترى صايم. طيب وإذا صايم؟ صايم المفروض تكون أخلاقك أحسن، صايم المفروض تهذب أخلاقك، صايم لو اعتدي عليك وأنت صايم، فإن ساب واحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني امرؤ صائم. مش صايم تقاتل الناس وتشتم الناس ولا تكلمني. بعضهم السلام ما يرد السلام، ليش صايم؟ صايم ما ترد السلام؟ صايم اجعل نفسك ضيقة؟ صايم تسوء أخلاقك؟ لا يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي حماية ووقاية الإنسان من المنكرات، من سوء الأخلاق. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وقال ولا يصخب، قال فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي حديث قال فليقل إني امرؤ صائم، وليس في الحديث يقول اللهم إني صائم، لأن اللهم معناه يا الله، أنت ما تقول يا الله إني صائم، تقول إني صائم، تقول إني امرؤ صائم، لتذكر نفسك والآخرين أن الذي منعني من الرد على من يستحق الرد أنني صائم. لا تقول الآن صائم وجايك إن شاء الله بعد المغرب، والله وجد بعض الناس يقول الحين صائم لكن بعد المغرب أوريك، عطني وعطني أين ألتقي بك بعد المغرب، هذا ما استفاد مسكين، ما فهم للصوم. الصوم يا عبد الله حتى تهذب أخلاقك، حتى ترد الإساءة بالإحسان، حتى تصبر في سبيل الله، حتى تعرف الأجر عند الله، لأن الله يقول فمن عفا وأصفح فأجره على الله. كم على الله؟ كم بيعطيك الله حالك لنفسه؟ قال علي على الله أجرك إن عفوت وصفحت. يا عبد الله شهر رمضان شهر العفو والصفح، شهر الأخلاق والتهذيب، شهر الطاعة، شهر المساجد، شهر القرآن. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود من أجود في الخير من الريح المرسلة.